بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا، ونسألك اللهم يا ربنا أن تميتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. راح نستكمل إن شاء الله بإذن الله الحديث الموصول في الحلقة رقم 22، ولا زلنا استلمين من الفورم، زلنا ما نزلش. سبق إن احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت وأصلنا الإطار النظري للفورمز وعرفنا فيها مجموعة من النقط اللي النهاردة إن شاء الله بإذن الله في حلقة اليوم هنحاول نأصل الإطار العملي للإطار اللي احنا كنا أخذناه من شوية. جميل، أوكي. بمعنى أن النهاردة إن شاء الله بإذن الله احنا هنبتدي نعمل كونستراكتنج للفورم، ونبتدي نعرف المكونات والكنترولز اللي احنا قسمناها للأربع أنواع دولت، وكل كنترول اللي بيميزه ما بينه وما بين التاني، وإزاي نبتدي ندرجه والخصائص. يعني من الآخر كده النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنشتغل على الكود. طيب، نقول كده ده التصور العام للفورم اللي احنا راح نشتغل عليه ان شاء الله باذن الله. هيبقى عباره عن فورم بسيط، هنكتب انتر يور نيم، اقرب لانه بس يعرفنا بالكنترولز وخصائصها واستخداميتها فانكشناليتي وظيفيتها ايوه انواعها وهكذا. يعني ده اللي احنا راح نحكيه، يعني اسم وخانه عشان يكتب فيها طبعا، الايميل، خانه للميل، خانه للباسورد، خانه المعلومات عن الناس، الجنتر مالور فيمال، السيلكت يور فيفرت سيرش انجن، ده طبعا عباره عن تشيك بوكسات تختار السيرش انجن بتاعك، سيلكت يور كونتري، بلدك، وده هتكون قائمه منسدله، ده هتكون عباره سيلكت يور براوزر، اي ولا كروم ولا فايرفوكس، ده عباره عن قائمه منسدله بس متعدده المالتي سيلكشن مينيو يعني، وعندي زرارين من تحت اللي هو السبميت والريسيت. تمام، ده اللي احنا ده الفورم اللي احنا ان شاء الله هنحاول نحكيه. اوكي، دايركتلي على طول على الكود، نروح على الكود وبنقول ان طيب انا علشان اعمل كونستراكتنج للفورم انا محتاج وسم كبير يضم كل الكنترولز الموجودين جوه منه، منطقي وطبيعي. الوسم اللي انا هشتغل عليه هيكون عباره عن اسمه ايه؟ اسمه فورم. والوسم بدايه ونهايه. من المنطقي ان هو يكون ليه تاج بدايه وتاج نهايه، طبعا لانه هيضم من جوه مجموعه كبيره من الاوسم. اوكي، جميل. قبل ما ندخل جوه في المجال انا عايز نقول لحضرتك حاجه، عايزين نقول لحضراتكم حاجه مهمه ومهمه جدا، ان الوسم فورم اكشوال ما بيشتغلش لوحده، بيشغله مجموعه كبيره من او مجموعه من الخصائص. اللي يهمني في الخصائص ديت ثلاث خصائص على وجه الخصوص، وحط تحت منهم خط. اول خاصيه بتكون عباره عن الاكشن، وخدهم بالترتيب. اوكي، الخاصيه الثانيه بتكون عباره عن الميثود. الخاصية الثالثة بتكون عبارة عن الـ ID. تمام، اوكي. Unfortunately انا مش هنتكلم دلوقتي عن الاكشن والميثود، لكن هنتكلم ان شاء الله باذن الله في حلقه النهارده عنهم، لكن انا هاخرهم شويه. هتكلم بقى عن الاي دي. عموما عارف كده الاي دي اول ما بيجي في بالك، لما اي دي بتفتكر ايه؟ انا عن نفسي لما بيجي في بالي قصه اي دي بفتكر لما روحت البنك قبل كده ولقيت الناس كلها مركبه لابسه اي دي هات، وكل واحد مكتوب عليه اسمه. هذه الفكره، كل واحد بيبقى ليه اي دي، الاي دي بيتكتب عليه اسمه. ليه بقى بيتكتب عليه اسمه؟ عشان اي حد من العملاء يدخل يكلم حد من الاستاف يبقى عارف هو بيكلم مين، ومين المسؤول قدامه، ومين اللي اداله المعلومه ديت. والهدف الثاني ان هو يعرف ينادي على واحد من بين مجموعه، لان هم كلهم بيأدوا دور واحد، فاهمني؟ او على الاقل دورهم متكامل، الاول تعددت الادوار لكن كلهم متكاملين. قيس على كده بالظبط بنفس الفكره على مجال الويب ديزايننج انفورمز. الاي دي في الفورم عباره عن اي دي للفورم، زي الليبل اللي بيعلقه الفورم. ليه انا بعمل ليبل للفورم؟ عشان اعرف انادي عليه. طب انا بنادي على الفورم ليه؟ بنادي عليه عشان اخد منه معلومه، عشان يديني معلومه. اوكي، طيب في حاجه ثانيه ممكن تحصل اكشلي. طب عادي، ما ممكن يكون عندي في الوان بيج مور ذان وان فورم، في البيج الواحده يبقى في عندي اكتر من فورم، فيبقى الاي دي بتاع ده غير بتاع ده، المعلومه اللي هاخدها من ده غير المعلومه اللي هاخدها من ده، على حسب ما ترى ليك انت كبقى ايه كديزاينر او كديفلوبر. جميل، اوكي. يبقى الاي دي ده انا التفصيل بتاع قصه اي دي وكلاس هيجي في الفيجوالايزنج ان شاء الله باذن الله في كورس السي اس اس. بس انا اللي انا عايز اقوله لك دلوقتي ان الاي دي بتاع الفورم حاجه مميزه، حاجه يونيك، ليه ما ينفعش تتكرر؟ كل فورم يبقى ليه اي دي، ما ينفعش اثنين يبقى لهم نفس الاسم ونفس الخصائص. تمام، مش منطقي واحد بس هو اللي بيبقى موجود فيه. اوكي، نقول الاي دي اللي احنا هنشتغل عليها هنسميه كونتاكت باس. ده الاسم بتاعنا، ده الاسم بتاعنا، الاسم ده الغرض منه ان احنا هنبتدي ندخله بعدين في امور تانية هنحتاج منه معلومة، هنبتدي ندخله في
قصة تاني. المهم الاسم ده موجود وهنتعامل معاه. زي ما احنا اتفقنا هنركن القصة بتاعت الاكشن والميثود كمان شوية وننزل على الكنترولز بقى الادوات. سبق ان احنا اصلنا الحلقة اللي فاتت ان احنا قسمنا الكنترولز بتاعتنا لكام. مين هيقول؟ جميل، قسمناهم لأربعة. اول كونتاكت هنشتغل على اول كنترول كان عباره عن ادنج تيكس، ودي هتقولنا في تعريفها انها عباره عن مجموعه الكنترولز اللي بتنيبل اليوزر علشان هو بيبتدي يدخل داتا انتري، داتا انتري من الكاركتر بتاعت الكيبورد، من النبشات اللي هو بيعملها عند الكيبورد. اوكي، ودي وصلناها لكام نقطه؟ قلنا ثلاث نقط. طيب خلينا نقول كده عموما الوسم او الخاصيه اللي انا هشتغل عليها دلوقتي اللي بنستخدمها لما بنحب نحط كنترول من ضمن الكنترول بتاعت الاد تكست اسمها انبوت، وديت سنجل اسمها ايه؟ اسمها انبوت. جيد، جميل، اوكي، منطقي. طيب انت في بالك ايه؟ صحيح انت بتفكر صح. انا عندي اكتر من نمط للانبوت وعندي اكتر من نوع، فبالتالي لازم يشغلوا مجموعه اتريبيوت. اول خد الاتريبيوتس بتاعت انبوت ده بالترتيب زي ما هي كده موجوده. اول خاصيه طيب قيمه، ثاني خاصيه نيم قيمه، ثالث خاصيه فاليو قيمه، رابع خاصية ماكس لينجث. طيب اوكي، دولت الاربع خصائص اللي بيشغلوا بقى ال طيب بيقول انا في الاول شغال على ايه؟ انا وافق التصور اللي انا كنا احنا كل اللي احنا كنا رسمينه مع بعض، انا شغال على دي دلوقتي. انا عايز اعمل انتري نيم، انا شغال على ال دي. اوكي، عايز اعمل القصه ديت اللي هو عارف لما بتيجي تعمل ريجستريشن في الفيسبوك مش بيقول لك اكتب اسمك او اكتب ميلك، انا شغال على الحته دي. اوكي، الحته دي اسمها ايه؟ اسمها انبوت تكست. فاكرين في حلقه المره اللي فاتت لما اصلنا في الانبوت تكست كنا بنقول فيها ايه؟ بنقولنا ان الانبوت تكست ديت كل قصتها انها وان سنجل لاين بتسمح للمستخدم ان هو يبتدي يعمل انتري نبشات من الكيبورد كاركترز ايا كانت هي ايه، لكن مشروطه بانها تبقى وان سنجل لاين، اونلي وان سنجل لاين، واحد بس، واحد واحد بس، والحروف بتبقى ظاهره. تمام، اوكي، جميل. طيب عشان كده هي اسمها ايه؟ عشان كده هي ليها نوع، والنوع بتاعها طيب والنوع بتاعها اسف تكست. ايه فايدة وجود نوع؟ فايدة وجود نوع ان انا قلت من شوية ان انا عندي اكتر من نوع، اكتر من انبوت للتايب، فبالتالي لازم أن يبقى فيه انواع مختلفة، وطالما انا عندي انواع يبقى لازم أن يبقى لكل نوع مسمى. اوكي، ماشي. نقول ان هو اسمه ان هو تكست. فايدة وجود تكست ان النصوص تبقى ظاهرة، زي ما نعرف في الانبوت اللي جاي اللي هو الباسورد ما بتبقاش النصوص ظاهرة، بتبقى نصوص مستخبية، علشان كده كان لازم أن يبقى فيه وجود للنوع اللي هو الخاصية تايب. النقطة التانية بقى الخاصية نيم، وركز معايا في الخاصية نيم ديت بقى. من الطبيعي ان انا بقول اني انا بصمم فورم، الفورم ده فيه كنترولز ادوات، الادوات ديت المستخدم هيعبي فيها داتا. طيب خليني بس اعمل كنترول اس واروح بريفرش ونشوف شكل الفورم عامل ازاي. ديت الداتا ده الكنترول الاولاني اللي هو عباره عن ايه؟ ده الكنترول الاولاني اللي هو التكست انبوت، شكله كده فاضي ما فيهوش حاجه. طبعا انا نسيت ان انا اكتب قبل منه، كان المفروض نكتب انتر تكست. ماشي، مفيش مشكله نكتبها، لكن خليني اشرح النقطه ديت. بقول انا هكتب فيها داتا، ماشي الكلام؟ جميل. الداتا ديت انا يعني هيحصل عليها عمليات بروسيسنج، هيحصل عمليات معالجه، صحيح؟ منطقي، والا انا مش بصمم الفورم عشان الفرونت اند، انا عشان الفرونت او علشان الواجهه ديت، انا مش بصمم الفورم عشان يبقى واجهه المستخدم يكتب فيه نصوص، لا، النصوص بقى بمجرد ما ان هو يعمل لها سبميت وكل اللي بيكتبه هيبتدي هتحصل عليها عمليات معالجه في مكان ثاني، فاهمني؟ جميل. فده الامر اللي بالضروره بيخليني ان شئت اقول يعني الكنترولز ديت تعتبر مخازن. انا مش عايز اقول بقى متغيرات، لكنها تعتبر مخازن هتشيل فيها القيم اللي بيديها لها اليوزر، فهمني؟ هي مش متغيرات بالمعنى المتعارف عليه كمتغيرات variables في لغات البرمجه، لا، هي تقدر تقول عليها انها بس مخازن بتشيل القيم اللي هيحطها اليوزر.
طيب جميل، خلينا نتامل القصه ديت ونقول ان في قيم هيحطها يوزر، يبقى في قيم، يبقى في اسناد، يبقى في علامه يساوي. القيم اللي هيحطها اليوزر وهيسندها هتساوي ايه؟ هتساوي المكان اللي بتتحط فيه. المكان اللي بتتحط فيه قلنا هو عباره عن المخزن، والمخزن ده هو الكنترول نفسه، والكنترول نفسه ده دلوقتي عباره عن تكست انبوت، وده في مخزن اسمه، وده في ده المخزن اللي فيه القيمه كذا 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 اللي هي مكتوبه دلوقتي ديت. هل بقى من المنطقي والطبيعي يقول ان المخزن ده لازم يتسمى باسم معين علشان على الاقل اعرف انا اسند له القيمه؟ ما انا هساوي القيمه بتاعتي بايه؟ ها حد يقول لي طب ما انا هسويها بانبوت تكست. مش صحيح. ليه مش هينفع؟ لان انا ممكن يبقى عندي اكتر من انبوت تكست، ممكن يبقى عندي انبوت تكست للميل، ممكن عندي انبوت تكست للعنوان، واحد لرقم التليفون. طيب ايه اللي هيميز ده عن ده عن ده عن ده رغم ان كلهم في الاخر نوعهم انبوت تكست؟ يبقى هي ده، دي فائده الخاصيه نيم. يبقى الخاصيه نيم دي القيمه اللي هي ده المخزن اللي هيتم اسناد له القيمه اللي هيسندها القيمه بتاعت اللي هيحطها اليوزر. اوكي، خلينا نقول ان من ضمن الشروط او بديهيا كده ان ان انت تساوي الاسم بتاعك بان هو على الاقل يبقى قريب من الوظيفه بتاعته، دي فانكشناليتي. يعني انا المفروض ان انا اقول له في اول سطر انتر يور نيم. فانا هسمي المخزن ده نيم، ما دام الباب الوظيفيه انا مش محتاج اسمي حاجه غريبه يعني، لان اليوزر هبتدي احط فيه ده نيم. فيبقى ايه اللي في بالك؟ لا ايه اللي يجي في بالك دلوقتي؟ انا طبعا مش هعمل بريفيو دلوقتي لان لسه ما عملتش الزراير، الكلام ده هيظهر بمجرد ما اني اعمل الزرار بتاع سبميت اللي هو هيرسل لي الرسائل ديت. اللي في بالك دلوقتي لما اليوزر بقى يكتب القيمه اللي احنا كنا كاتبينها اللي هي الاس دي مش عارف ايه ديت، يبقى هيقول لي هو بقى بعدين على السيرفر نيم بيساوي القيمه اللي حطها اليوزر. فهمني؟ ده اللي انا عايزك، ده اللي انا عايزه يجي في بالك دلوقتي. جميل؟ اوكي ماشي. القيمة الثالثة، الخاصية الثالثة اللي كانت خاصية فاليو، والفاليو ده عبارة عن القيمة الافتراضية اللي بتتحط، النص اللي بيبقى ظاهر زي بالظبط ما بتشوف في الفيسبوك، بتلاقي مثلا يقول لك اكتب ميلك وبعدين جوه التكست بوكس اللي هتكتب فيه الميل الانبوت تكست ده بيقول لك، تلاقيه عامل لك اكزامبل زي نساء لغاية هنا اكتب ايميلك اللي هو هيكون ات معرفش كذا. ده بالظبط القيمة اللي بتكون ظاهرة. يعني مثلا لو عملنا، لو احنا نسخنا انتر يور نيم ديت بكوبي ورحنا حطيناها في الفاليو ببيست وعملنا الاس ورحنا في ريفيو، هنلاقي ان القيمه اهو اتحطت هنا. ده الافتراضي زي على سبيل التلميح، يعني انت بتساعد المستخدم يقول له بس انا اكتب ميلك، فهو يمسحها ويبتدي يكتب. يعني طبعا مش قصتنا ازاي نعمل فيجواليزنج ولا ستايلنج للقصه ديت، هيجي ان شاء الله باذن الحديث عن الامور ديت بعدين في الكورسات اللي جايه. جميل. اوكي، الماكس لينكس طبعا من اسمها ده عباره عن اقصى عدد من الحروف ممكن تشيله الخانه او الانبوت اللي احنا شغالين عليه، خلينا نقول 20. طبعا 20 كاركتر و20 نبشه من الكيبورد. جميل؟ اوكي تمام. ده اول نوع، اول نوع عباره عن مين؟ ده اول نوع عباره عن الانبوت تكست. نبص بقى على التصور بتاعنا، كده احنا ريحنا دي. اوكي جميل، ندخل على انتر يور ايميل، احنا عايزين نعمل واحده للايميل. طيب هو في فرق ما بين النيم وما بين الايميل؟ مش الايميل برضه هيبقى وان اونلي سنجل لاين عباره عن سطر واحد، ولا هيبقى اكتر من سنجل لاين؟ لا هو هو، يبقى الاثنين زي بعض تيبيكالي. فده اللي هيخليني اعمل دبليكيت دلوقتي واقول له هنا انتر يور ايميل. جميل، والانبوت مش هو هو الانبوت بتاعي تكست؟ خليني بس اودي ديت من باب التنظيم. مش الانبوت بتاعي تكست؟ اه، ولا انا اغيره؟ لا هو تكست عشان هو اونلي سنجل لاين. جميل، النيم بقى القيمه اللي ده المخزن اللي هساوي بيه القيمه اللي هحطها اليوزر. يبقى المفروض عشان تكتسب اتس فانكشناليتي، عشان تبقى وظيفيه، يبقى لازما القيمه اللي هيتم اسنادها ليها يبقى على الاقل اسمها مشابه ليها، لما انا اجي انده عليها اسند لها قيمه بتاعت ايه؟ فعشان كده المفروض تبقى قريبه منها. فعشان كده انا هقول لا، هقول والله اسمها ايميل. والفاليديشن خليني انا عرفت قصه الفاليو دلوقتي، فانا ايه مش عايز اكتب فاليوات، انا هشيل بس الفاليو خالص. يعني انا شرحت وقلت للناس هي ايه بتعمل، بس انا مش هشغلها دلوقتي، واقول خلينا نعليها شويه، نخليها 30 مثلا كاركتر، فربما يبقى الميل طويل شويه. سهل الكلام، مفيش مشاكل. اوكي ديت النقطه الثانيه، نعمل بريفيو ولا الناس واثقه في الامور؟ ماشي مفيش مشاكل، كده الامور زي ما هي والامور واضحه ان شاء الله عندنا. خلينا طيب اعمل ما بين الاول وما بين الثانيه ناخد بريك ما بين الفقرات عشان يبعدوا عن بعض. اوكي، الثالثه بقى في التصور اللي احنا بنحكيه، انا كده برضو خلصنا الجزء الثاني. نتكلم بقى عن الباسورد، الباسورد الخانه الثالثه، عايزين انتر يور باسورد. طيب سي، خلوني نعمل دبليكيت لدي.
هو في فرق ما بين الباسورد وما بين الانبوت تكست. اه في فرق، ان الباسورد لما بتيجي بترمزها، لما بتيجي بتكتبها بتبقى مترمزها، ما بتبقاش ظاهره، وده بالظبط اللي هيكسبها النوع او التايب الثاني اللي هو هيبقى التايب بتاعها باسورد. عشان كده هي مميزه. يبقى انا مش عايز انتر يور ايميل، انا شغال على انتر يور باسورد. وطيب جميل، من المنطقي طالما انا كده كده شغال على انتر يور باسورد، خلينا بس نظبط الكود. يبقى النيم الخاصيه تبقى على الاقل مشابهه للاتس فانكشناليتي الوظيفيه بتاعتها، فتبقى باسورد. والباسورد ايا يكن اي الماكس لينكس بتاعتها. خلينا طيب انا غيرنا النوع، نشوف بقى التاثير بتاع تغيير النوع. ها وانا شاكك ان الناس كده كده عارفه التاثير هيبقى ازاي. بمعنى انا ممكن اكتب قيمه هنا كاركترز عادي خالص، ممكن اكتب مجموعه كاركترز هنا عادي خالص. طب لما جيت كتبتهم هنا مش عادي خالص، يعني بقت هي ايه انكودنج بقت متشفره عشان محدش ياخد باله من القصه ديت. فده بالتالي ادي اهو وان اونلي سنجل لاين، الاثنين زي بعض، لكن اكشولي ده نوع وده نوع. ده بقى اللي اسمه إيه وظيفيه الكنترولز، امتى استخدم الكنترول على حسب ما انا عايز وعلى حسب خصائص كل كنترول والثاني. جميل الكلام، اوكي. كده ناقص معايا وان كنترول في المجموعه الاولى اللي هي بتاعت ادنج تكست، اللي هي بقى الكنترول ناقص مين؟ ها شباب الكنترول ناقص مين؟ جميل رائع كده. الكنترول اللي ناقص اللي هو فيه ببتدي اعمل ايه؟ ببتدي اكتب اكتر من اونلي سنجل لاين، المساحه ديت اللي هي انا عايز اقول له فيها اكتب مجموعه من المعلومات عنك، ممكن يكتب اكتر من سطر زي البوست بتاع الفيسبوك، ممكن يكتب اكتر من سطر. جميل الكلام ده؟ اوكي. فعلشان كده الوسم ده بقى وسم مميز شويه. جميل، هو خلينا نقول رايت سم انفورميشن اباوت يو. خلينا ناخد بريك بقى هنا، هقول له والله اكتب لي شويه معلومات عنك، وهنا الوسم هيختلف شويه. الوسم من ده مش انبوت بقى، اسمه تكست اريا. الوسم من ده اسمه تكست اريا، واكشولي هو وسم زوجي، يعني لي وسم بدايه ولي وسم نهايه. رايت مفيش مشاكل. وما بين النص تكست اريا وما بين البدايه والنهايه ممكن نكتب نص تلميحي اللي هو هيظهر في اصل مين؟ كنترول سي، اللي هيظهر في اصل التكست بوكس. ده نص تلميحي عشان يساعد المستخدم ان هو يكتب مجموعه من النصوص، مش عايز تحطه ما تحطوش. جميل. طيب خلونا برضو نقصر القصه. التكست اريا بيشتغل عليه مجموعه من الخصائص، كم خاصيه على وجه الخصوص؟ 3 خصائص. على ما اظن انت بقى عرفت، او عرفت انا اقصد مين، وعرفت انا اكتب اول خاصيه ايه. ها مين عرف اول خاصيه انا هكتبها ايه؟ رائع جدا وجميل وممتاز، مركزين. اول خاصيه هكتبها نيم، والنيم ده عباره عن القيمه اللي هيتم، او عباره عن المخزن اللي هيتم اسناد له القيمه اللي هيحطها مين؟ اللي هيحطها اليوزر بتاعك اللي هيكتب المعلومات عنه. يعني ساعتها هيقول له النيم اللي اسمه كذا هو اللي حط فيه كذا 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 كذا، ومن باب الفانكشناليتي يبقى هو قريب من الوظيفيه بتاعته. وهو اساسا معمول علشان ايه؟ هو معمول عشان يكتب معلومات عن اليوزر، فبالتالي هنكتب يوزر انفو. خليني افصل ما بينهم بفرود ب يوزر انفو ب اندرسكور يوزر انفو. ده النيم. ها ايه تاني معايا؟ معايا كولز، انا اظن ده مش غريب. ومعايا روز. كولز وروز دولت اللي هم خاصين بالاعمده والصفوف، يعني عدد الاعمده وعدد الصفوف دول سهلين طبعا. خلينا نسند لهم قيمتين، نقول 10 و10، نبتدي نعمل كنترول اس ونروح على البراوزر تبعنا ونشوف تاثير رايت يور كومنت. اهو ادي رايت سام انفورميشن اباوت يو، وهنا القيمه الافتراضيه طبعا انا ممكن اكتبها، ممكن امسحها واكتب اي عدد من الحروف انا محتاجه. طبعا انا ممكن اكبرها اصغرها زي ما انا عايز. هي ديت الابيليتي ديت خاصه بالبراوزر، يعني هو بس هو مش هو يعني هيزيد معاك بس مش هيقل عن 10. تمام، وكده مش هيقل على 10، فاهمني؟ اللي هو الحد الادنى بتاعك كده اقل حاجه في 10 في 10، بس ممكن يوسع زي ما انت عايز. تمام اوكي، مش قضيتي دلوقتي الستايلنج والفيجوالايزنج، هي يعني نتعرض لها بشكل كبير في الكورسات اللي جايه ان شاء الله باذن الله. متفقين؟ اوكي. ده كده مبدئيا اول كنترولز اللي هم كانوا خاصين بايه؟ الكنترولز اللي هم كانوا خاصين ب ال ادنج تكست. طيب خلينا كده نضيف كومنت علشان الناس تركز معانا في الادوات وما تتوهش مني. انا هقول دلوقتي ادنج تكست
adding text. نقول adding text field. اوكي دولت شويه الكنترولز بتوع ادنج تكست. جميل. طيب ندخل في الشويه التانيين. ها مين يقول لي بقى مين اللي عليه الدور؟ طيب اللي عليه الدور مين؟ مش ادنج تكست بقى، اللي عليه الدور ميكينج تشويس. ميكينج تشويس فيلد، ميكينج تشويس اللي هم الخاصين بدعم باتخاذ القرار اللي او اختيار المستخدم. وانا عندي اكتر من تول، اكتر من اداه بقدر بيها اتيح للمستخدم ان هو يختار ما بين مجموعه من الاختيارات. رايت نراجع النموذج بتاعنا. طيب انا كده خلصت الجزء ده، بدخل بقى على بنقول له تشوز يور جندر، اختار الجندر النوع بتاعك، انت مال ولا فيمال؟ وديت عباره عن مين؟ انتوا كده درستوا برضه او بي ودرسنا فيجوال بيزك وفاهمين القصه، دولت عباره عن مين؟ دولت عباره عن راديو بوتونز. خلونا طيب نجهز حالنا عشان نكتب تشوز يور جندر ديت بعد ما نعمل بريك للتكست اريا. ادي بريك للتكست اريا وننزل بقى علشان نقول له تشوز يور جندر. في تشوز يور جندر انا عايز اقول له حاجتين، اما ان هو يبقى مال او ان هو يبقى فيمال. طيب اوكي، والاثنين دولت اسمهم ايه؟ اسمهم راديو. طيب انا اتعلمت القصه بقى خلاص، ماشي فهمتك انا، فهمت فهمتني ولا لسه؟ طيب معاك انا عامل ايه؟ انا عامل انبوت. ماشي اوكي فهمت انا كده انبوت، وادي بيساوي، وانا عارف ان انا كده كده عارف ان الانبوت ده اسم سنجل فانا هقفل. رايت جميل، انا هشتغل دلوقتي عن الراديو بوتونز، وفي الراديو بوتونز انا بتكلم عن عايز اتكلم عن اربع قيم على وجه الخصوص. تمام جميل، اول قيمه انت فهمتني وانت عارف انا عايز اقول ايه. جميل، انا عايز اقول لك طيب انا عندي اكتر من نوع بدليل اهو، انا فوق كنت كاتب اثنين، كتبت تكست وباسورد، ودلوقتي هكتب واحد ثالث اللي هو كان عباره عن الراديو. رايت جميل، القيمه الثانيه عباره عن ايه؟ فهمتني انت اكيد طبعا، نيم. جميل، القيمه الثانيه عباره عن نيم، الاسم اللي هيسنده للمش عارف ايه، انت فاهم طبعا. رايت، القيمه الثالثه تكون عباره عن ايه؟ الفاليو، الفاليو اللي هي عباره عن القيمه، هنشرحها ان شاء الله ما تقلقش. القيمه الرابعه والاخيره بتكون عباره عن مين؟ بتكون عباره عن الحاله اللي هي تشيكد ولا مش تشيكد. طيب خلونا كده نركز في الوضع ده. انا عندي اول اختيار عباره عن ايه؟ ها اول اختيار عباره عن مال. النوع بتاعي راديو، فاهمني النوع بتاعي راديو. رايت جميل، الاسم بقى الاسم بقى خاص بمين؟ او ديت من المنطقي ان هو يختار حاجه من الاثنين، اما ان هو جمال يا اما يبقى فيمال. الاسم بقى في التولز بتاعت الراديو بوتونز لازم يبقى موحد للمجموعه الواحده، وان نيم فور وان جروب فور وان ديربوس فور وان تشويس. سهل الكلام بالراحه كده، اسم واحد لمجموعه هيختار منها واحد، يعني هو هيختار مال ولا فيمال من حاجه واحده بس، فلازم الاسم بتاعها هيبقى مين؟ يبقى حاجه واحده بس. يبقى انا عندي كام اختيار طيب كده؟ انا عندي اختيارين، عندي مال وبعديها في فيمال. طيب خليني اعمل بريك والامور انا متاكد ان شاء الله باذن الله الامور هتوضح اكتر يعني. وانا هقول له دلوقتي هنا هكتب كلمه فيمال واروح ناسخ الكود ده، ما هو كده كده هو نفس القصه بنفس الادوات. جيد اوكي، اللي انا اقصده من كلمه نيم انها تبقى موحده لان الهدف واحد من الاثنين. اوكي بمعنى ان الاثنين بيتكلموا عن جندر، فالاسم في الاثنين هيبقى جندر، الاسم لازم يبقى واحد لان لو الاسم اتغير كده هيختار واحده يجي يختار الثانيه تلقاها برضه سيلكتد، يبقى الاثنين كده مش موجودين، فلازم الاسم يبقى واحد لو انت كنت عايزه يختار حاجه واحده من حاجتين. ده القصه بتاعت الجروبنج. رايت جميل، الفاليو بقى القيمه اللي هتظهر لكن اكشولي عند السيرفر لما اليوزر يختار الاختيار اللي انت واقف عليه. سي بالراحه كده،
رايت انا موجود عند المال دلوقتي وعملت عليه انبوت، جميل. القيمه اللي انت عايزها تتخزن لما اليوزر يختار الاختيار ده ايه؟ انا لسه بتكلم فيها وبقول من باب الفانكشناليتي انها تبقى على الاقل ليها دلاله بالمخزن اللي اتخزنت فيه. فالقيمه بتاعتي بتاعت اول اختيار هتبقى مال، بمعنى ان اليوزر لما يضغط على مال اللي هيوصل للسيرفر مال. طيب هيوصل للسيرفر القيمه، القيمه ديت بمثابه مين؟ الحاجه اللي هو اختارها. تمام. طيب الحاجه اللي هو اختارها هتتخزن فين يا ربي؟ الحاجه اللي هو اختارها هتتخزن في المخزن اللي اسمه نيم. يبقى انت فهمت بقى السيناريو اللي هيحصل. هيروح يقول لي لما اليوزر يختار مال هيقول لي الجندر اللي هو الاسم اللي انت اخترته ده دلوقتي هيساوي مال. طيب لو اليوزر اختار بقى فيميل يبقى هيقول لي النيم اللي هو الاسم اللي انت اخترته اللي هو جندر هيساوي ايه؟ هيساوي فيميل. طيب طالما الجندر وطالما النيم في الاثنين واحد يبقى اكشوالي لما تيجي تختار واحد الثاني هيبقى انسلكتد، لما تيجي تختار الثاني الاولاني يبقى انسلكتد، لان ده بقى مين؟ لان ده راديو بوتون، واحده من خصائص الراديو بوتون، او هنقول خصائص الراديو بوتون دلوقتي. اولا ما ينفعش يبقى انتشيكت، يبقى لازما يبقى تشيكت. تمام. طالما هو بيجي تشيكت ما ينفعش يرجع انتشيكت. جميل. النقطه الثانيه بقى لازما لو اخترت قيمه الثانيه ما تختارهاش اوتوماتيكلي، الاولى لو اخترت قيمه القيمه الباقيه كلها تبقى انتشيكت. Only one قيمة واحدة بس هي اللي بتبقى تشيكد في القصة دي. طيب اوكي الكلام صار بسيط، نبتدي نروح على البراوزر تبعنا ونبتدي نعمل ريفرش. اهو تشوز يور جندر. اوكي ادي مال، اول ما اضغط على مال ايوه الفيمال يتشال تشيك من عليها، بضغط على الفيمال ده يتشال تشيك من عليها. طيب خلونا بس ننظم الكود وهقول بقى هقول في بالي فكرة. طيب انا لو شلت النيم يعني النيم ما بيجيش موحد، شوف اللي هيحصل. نرجع للكود وعايزين نخلي الجندر ديت هنعمل لها بريك. رايت مفيش مشاكل. اوكي لو انا شلت او غيرت النيم او خليت هنا نيم وخليته اي شيء ثاني اكس اكس اكس، بلاش اكس 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 انا اسف، خلي اكس بس. تمام. وعامل كنترول اس وابتدي اروح للبراوزر تبعه واروح اعمل ريفرش، الاثنين اتشيكت. لا منطقي، ما هم كده مش مجموعه واحده، يبقى امتى يبقوا في مجموعه؟ امتى يبقوا اساسا كده قيمتين؟ كده ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص. تمام. فبالتالي كل واحد بيجي بقيمه، فبالتالي هم الاثنين بيجوا تشيك لان انت مختار قيمه تشيك. اوكي الشاهد في القصه ديت يا شباب اني الاسم لما بيبقى واحد او انا لو رجعتها للجندر بتبقى ايه؟ بيبقى انت هتختاروا حاجه من الاثنين، فحاجه واحده بس هي اللي بتبقى شغاله. طبعا اللي تشيك هي بتبقى زي خاصيه، هي الاتريبيوت انا شايفها انها شغاله، فهي تشيك بس على ما اظن من غير قيمه يعني. حتى لو شلتها كده وعملت كلمه تشيك وعملت كنترول اس انا مش متاكد منها بصراحه يعني. هي المفروض تشيك بيساوي تشيك، فهي المفروض الاولانيه المال تبقى في اللي تشيك كده صحيح؟ لو عملت ريفرش تبقى المال هي اللي تشيك. طيب اوكي لو رحت انا عند الثانيه وعملت كت ورجعت التشيك للفيمال وعملت كنترول اس ورحت ريفيو تري الفيمال هي اللي تشيك. تمام كده كده ايه وظيفيه وكده شغال. تمام. ده بالنسبه للكومبوننت بتاع مين؟ بتاع الراديو بوتونز، وده اول كنترول من الكنترولز بتاعت مين؟ اول كنترول من الكنترول بتاعت الادنج تشويس او ميكنج تشويس. كده احنا ريحنا القصه دي. جاي جميل، خلينا بقى نختار مالتيبل تشويس اللي هي بقى مين؟ انت كده فهمتني. جميل، انا كنت من شويه بتكلم عن الراديو بقى دلوقتي بنتكلم عن التشيك بوكسز. اوكي احنا هنعملها سيلكت يور سيرش انجن ونقول جوجل ولا بينج ولا ايه؟ سيلكت يور سيرش انجن. طيب خلينا نرجع للكود تبعنا واحنا عملنا بريك. اوكي نرجع بقى ونقول له بقى دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ سيلكت يور سيرش انجن، اختار السيرش انجن تبعك. رايت خليني بقى اعمل بريك. اوكي انت فهمتني ها؟ انبوت. اوكي هتحط السطر كامل؟ انا هحط السطر كامل، انا كده فاهمك يعني. جميل. طيب اول قيمه. طيب بيساوي واسند قيمة. رايت ماشي. بعدين هكتب نيم. رايت بعدين فاليو.
بعدين اللي هي بتاعت تشيكد ولا ان تشيكد، وانت كده كده عارفها فانا مش هكتبها دلوقتي. التايب بتاعي الفرق ما بين الراديو والتشيك بوكس ان هو عباره عن تشيك بوكس. طيب انا عندي، طيب كان المفروض اكتب مجموعه الاختيارات، يعني انا عندي في الاول كده انا كان هنا عندي مال وفيمال، هنا نفس الفكره انا، فانا هكتب، انا كان عندي في التصور بتاعي بقول له والله انا عندي مين، جوجل وبينج وياهو، وانا عندي ثلاث اختيارات، فبالتالي هقول له في الاول جوجل واروح عامل دبليكيت او بلاش كنترول زد زد، اروح ناسخ السطر ده بكنترول سي، وانا عايزهم جنب بعض ولا تحت بعض براحتي مش مشكله، واعمل كنترول في خليهم جنب بعض وكنترول في. اوكي ده جوجل وياهو، والتالت هيكون عباره عن بينج مثلا. دول ثلاث سيرش انجنز. اوكي ادي جوجل، وفي جوجل انا اديته القيمه بتاعته، انا لسه ما قلتش اسمه ايه يعني. طيب انت فهمتني كده لما اتكلم عن خاصيه نيم، يبقى لازم كلهم يبقى ليهم مين، يبقى طالما هم جروب مع بعض يبقى لازم ليهم اسم ثابت وبيجمعهم مع بعض، والاسم الثابت اللي هيجمعهم من باب اتس فانكشناليتي من باب الوظيفيه بيخدم هو هيجمعهم على ايه، وهم النقط اللي بتشترك معهم ان هم عباره عن مين، ان هم عباره عن سيرش انجنز. فعشان كده انا هقول له سيرش انجن بتاعي واروح احطها مين، واروح احطها في النيم. يبقى النيم بتاع السيرش انجن ده هو هو النيم بتاع السيرش انجن ده، هي هي نفس القيمه اللي هيتم اسنادها لمين، للسيرش انجن الثالث، النيم بتاع السيرش انجن الثالث. رايت جميل، ندخل بعدين على النيم، على قص فاليو، والفاليو ده بقى ملوش دخل بالحاجه المشتركه، لا ده ليه دخل بالحاجه المميزه ليه هو، يعني ده خاص بجوجل فالمفروض يبقى ده خاص بجوجل، فالقيمه بتاعته، يعني بمعنى ان اليوزر لما يختار جوجل يبقى المخزن اللي اسمه سيرش انجن اللي انا كنت بتكلم عليه هيقول له والله ده في جوجل. فاهمني؟ اوكي ده الامور، ديت الامور اللي كنا عايزين نوضحها لحضراتكم. نفس الفكره عند الفاليو بتاعت ياهو، ونفس الفكره عند الفاليو بتاعت بينج، هنحطها في القيمه الفاليو الاخيره. رايت انا كده معايا كنترول اس. طيب يا رب الناس ما تتوهش مني عشان الكود برضو ابتدى يتلف، القصه كلها في سطر واحد يعني مش هتفرق، مفيش مشاكل معايا بالنسبه لي، كده كده مرتاح يعني. رايت كده ده النقطه الثانيه بالنسبه للتشيك بوكس. نكمل بقى على على انا معايا لسه اثنين اوبشنز، اثنين اوبجكت ثاني، اثنين كنترولز ثاني. الكنترولز اللي اشتغل عليه دلوقتي بيكون عباره عن الدروب داون ليست بوكس. فين بقى التصور بتاعنا؟ دروب داون ليست بوكس اهو، لما بيقول له سيلكت يور كونتري، فاكر القايمه اللي انت بتختار منها البلد بتاعك بيبقى فيها مجموعه من البلدان؟ اوكي. طيب قبل ما ندخل النقطه ديت خلونا نتكلم، او احنا ريحنا النقطه ديت، الفرق ما بين يا شباب الراديو بوتن والتشيك بوكس، انتوا اكيد عارفين الفرق. التشيك بوكسات دولت ليهم مجموعه من الخصائص، اول حاجه ان هو ممكن يبقى تشيكت وممكن يبقى تشيكت براحتك. النقطة الثالثة ممكن يبقوا كلهم تشيكت وممكن يبقوا كلهم ان تشيكت. انت ممكن تعمل تشيك وممكن تعمل ان تشيك مش مشكلة، غير الراديو بوتن طبعا، تمام؟ والقيمة الافتراضية اللي هي تشيكت انت ممكن تخلي أي واحد فيهم تشيكت بالافتراضي، بمعنى يعني خلينا نشوف طيب شكل الكود كده بيجي شكله ازاي؟ أهو سيلكت يور سيرش انجن، أدي جوجل، كليك أور ان تشيك، كليك أور ان تشيك، بينج تشيك أور ان تشيك. برضه الخاصية اللي احنا كنا بنتكلم عنها يعني خلينا في الافتراضي كده، وخلينا نكتب في الآخر هنا تشيكت. بس يكفي كلمه التشيك ديت، ولو انت عملتها ادي حتى في الافتراضي بريفرش هتلاقي القيمه بتاعت جوجل هي مفتراضيه، ممكن تشغل التشيك ده في كلهم وكلهم هيظهروا تشيك بعكس القيمه ديت اللي هي ما ينفعش يبقوا الاثنين، واحد بس اللي هو هيبقى شغال في القصه ديت. رايت ماشي جميل. نعمل اند ونروح بقى للكنترول التالت بتاع الكنترول التالت بتاعنا اللي هي القايمه اللي بتنزل منها مجموعه من العناصر، اسمها ايه ديت؟ اسمها دروب داون ليست بوكس. رايت والدروب داون ليست بوكس ديت بقى عباره عن حاجه مميزه كده من جوه الفورم. رايت اسمها الوسم اللي انت محتاجه عشان تدرج قايمه، اسم الوسم سيلكت اور سيلكت، والوسم سيلكت ده اكشولي زوجي، يعني محتاج بدايه ومحتاج نهايه. فاهمني؟ رايت خليني انا ماشي، هو كده كده موجود جوه. رايت القايمة ديت هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها مجموعة من العناصر. العناصر ديت كل عنصر محتاج وسم ادراج ليه، الوسم ده اسمه اوبشن.
معنى الاختيار، يعني بعدد العناصر اللي انت عايزهم يبقوا موجودين في القائمه بعدد الاوبشنز اللي انت هتضيفها. طيب انا كنت بقوله في الاول اساسا ايه هنا قبل ما اكتب الاسم سيلكت، انا المفروض اقول له سيلكت يور كاونتري، وخلينا نعمل بريك كاونتري رايت، وخلينا نعمل بريك هنا، اختار البلد تبعك. ورحت فرحت سيلكت واقول له انا عندي كام اوبشن، عندي اوبشن 2 3، قلت انا هنا مصر وليبيا او مصر وسوريا والامارات. يبقى الاوبشن الاولاني، الاوبشن ده على فكره تاج زوجي، اوبشن تاج زوجي بيبقى ليه بدايه ويبقى ليه وصف نهايه. في النص ده اللي ابتدي احط مين في النص هنا، ابتدي احط القيمه بتاعتي. القيمه بتاعتي هتكون عباره عن ايه؟ اول اختيار ونفرض هيكون عباره عن ايجيبت رايت، وانا ابتدي اعمل دبليكيت دبليكيت ايجيبت. الخانه الثانيه مثلا هتكون عباره عن سيريا، ربنا يفك اسرهم. الخانه الثالثه بتكون عباره عن اليو اي اي يونايتد عرب اميريتس الامارات رايت. انت مركز معايا اني انا برضو ببرمج في فورم، والفورم ده المعلومات اللي فيه مش بس هتتصمم كواجهه، دي هيحصل عليها عمليات معالجه، فلازم انت حاسس ان في حاجه ناقصه. ها ايه اللي ناقص؟ ناقص اني احط قيمه، احط اسم للقيمه اللي هيتم اسنادها، صح؟ يبقى لازم ده يبقى لونين، مش هحط فيه قيم، مش هيتساوى بقيم، هيختار اليوزر قيمه منه. هو ده بالظبط الدروب داون ليست ديت زيها بالظبط زي التشيك بوكس، لكن الفرق ان التشيك بوكس العناصر كلها بتبقى ظاهره مفروضه، لكن هنا بتبقى مطويه في قيمه. تضغط على القيمه تبتدي تختار منها الحاجه اللي انت عايزها، رايت؟ فده معناه اني انا هساويها بقيمه، رايت؟ يبقى من المفروض بقى ان كل اوبشن من دول يبقى له ايه؟ كل اوبشن من دول يبقى له ايه يا شباب؟ كل اوبشن من دول يبقى له فاليو، صح كده؟ كل اوبشن من دول يبقى له فاليو. اوبشن فاليو. وطبعا احنا فهمنا القصه بتاعت ان الفاليو يبقى من باب الفانكشناليتي، هو يبقى على الاجل من باب الوظيفيه يبقى ليه دلاله على القيمه بتاعته، فلما بيجي يختار ايجيبت يبقى لما يجي يختار الاختيار الخاص بايجيبت المفروض يبقى القيمه بتاعته هي القيمه بتاعت القيمه اللي اخترعها المستخدم، عشان انت ما تتوهش بعدين فين في الكود تبعك. فده القيم بتاعتي. جميل. طب القيم ديت هتتحط في المخزن اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه دلوقتي المفروض من باب برضه للفانكشناليتي اني اختار حاجه بتدل عليه، فهو يبقى عباره عن الكاونتري. فكده يبقى لو اليوزر اختار ايجيبت يبقى هيديني في السي جي في البروتوكول بعدين اللي ايجيبت ان كاونتري بتساوي ايجيبت لما يحب يختار قيمه من ضمن القيم دول. رايت. جميل. طبعا بيبقى صحيح بيبقى في قيمه افتراضيه في الاختيار اللي هو الخاصيه اللي تشيك من باب ان انا نبقى نكون قلتها لحضراتكم برضه تشيكت اللي هي تبقى الخاصيه النشطه، يعني الناس فاهماني اكيد. انا ابتدي اعمل ريفرش اهو ايجيبت وسوريا ولا يو اي اي، تبتدي انت تختار منها المجموعه، تبتدي انت تختار منها الاختيار بتاعك. اسف ده ما فيش حاجه اسمها تشيك، ده انا اسف جدا، هي اسمها سيلكتد. سيلكتد انا مش مركز، اسف جدا والله يا شباب. سيلكتد لو كان هو اوريدي انا اخترته، فانا كده واقف سيلكتد على سوريا. خلينا اروح واعمل ريفرش وصينا اهو في الافتراضي على ايجيبت، لو عملت ريفرش هيجي الافتراضي بتاعي على سوريا، فلو غيرت سوريا لاي مكان تاني المفروض يعني تروح. انا كده كان المنطق ان هو يجيب اول قيمه يعني، فانا مش هضيع الوقت في اني اشرح النقطه ديت. جميل. ده بالنسبه لي القيمه ديت، وعرفنا انها برضه تعتبر بما شبيهه لمين؟ بالراديو بوتن. جميل يا شباب. طيب خلونا كده ناخد بريك هنا، واحنا لازلنا في ميكنج تشويس فيلد واخدنا ثلاث اوبشنز. هنتكلم بقى عن الاوبشن الرابع اللي هو كان خاص بمين؟ كان خاص بالمالتيبل سيلكت بوكس. مالتيبل سيلكت بوكس واكشولي هو في التصور بتاعنا هو كان اللي هو انت اختار يعني سيلكت يور براوزر من الثلاث براوزرات دول هتختار، ممكن تختار اكثر من اختيار. طيب هو اكشولي بصراحه، طيب خلونا بس نكتب سيلكت يور براوزر. تمام. وهناخد بي ار، هناخد بريك بعد منها رايت. وهو بصراحه نفس القصه بتاعت الدروب داون ليست بالظبط، باستثناء كام حاجه كده. طيب خلونا ننسخ الكود ونعمل بيست ونقول احنا هنختار بقى البراوزر تبعنا. انا هبتدي افضي القيم بتاعتي، هفضي القيم بتاعتي كلها، هفضي كاونتري وافضي الامور ديت. هنا كده
القيم بتاعتي كلها هتتغير. انا كنت عايزه يبتدي يحط لي فيها ايه، يبتدي يحط لي فيها اسامي سيرش انج، اسامي متصفحات انترنت. ولنفرض انا دلوقتي هقول له القيمه الاختيار الاولاني بيكون عباره عن انترنت اكسبلورر، الاختيار الثاني بيكون عباره عن كروم، الاختيار الثالث بيكون عباره عن مثلا فايرفوكس. وطبعا الفاليو بتاعت كل اختيار هي بتكافئ من باب الوظيفيه انها تبقى على حسب اختياره هو، تمام؟ فكل اختيار القيمه بتاعته بتعكسه هو علشان ما تروحش من باب الوظيفيه. ومن باب الوظيفيه برضه ان الاسم العام اللي هيتم ليه اسناد القيمه اللي هيختارها، زي ما احنا اتفقنا ان النيم ده هو المخزن اللي هتتحط فيه القيمه او الاكثر من قيمه، لان ده مالتيبل هو ممكن يختار اكثر من قيمه، فالقيمه الواحده او اكثر من قيمه او ايا كان عدد القيم اللي هيبتدي يختارها هيتحط في المخزن ده. فالمخزن ده لازم يكون ليه دلاله على اختيارات المستخدم، فانا نخلي الاسم برضو ليه دلاله بالقصه ديت، وده يبقى براوزر. ونبتدي نعمل كنترول اس ونبتدي نشوف القصه ماشيه ازاي. اهو سيلكت، هو اكشولي انا نسيت ما نتكلم عن الفكره الاساسيه بتاعي. الخاصية هي كده من غير خاصية، هما الاثنين بيجوا زي بعض بس كده مفيش فرق. صحيح الخاصية اللي احنا كنا عايزين نتكلم عنها هي الاتربوت اللي كان عبارة عن المالتيبل. مالتيبل بيساوي مالتيبل، هي الخاصيه اللي هتكسبه اتس فانكشناليتي عشان يبقى عشان يبقى مالتيبل تشويس، تمام؟ ففي خاصيه اسمها مالتيبل، دي اللي هتحوله بقى، او دي الفرق الوحيد ما بين الدروب داون ليست والمالتيبل تشويس، تمام؟ هي كده، فهم الاثنين كده زي بعض، بس اكشن لما ببتدي اعمل ريفرش فبديت الفرق ما بين القائمتين. ادي السيلكت اهي وادي المالتيبل تشويس. فين المالتيبل بقى؟ اني اول بضغط على اي اي، وانا لما اضغط على كنترول ببتدي اختار اثنين ثلاثه، اسيب واحد اختار، ما اختارش خالص براحتي. يعني برضو بالظبط زي مين؟ زي تشيك بوكسات. ممكن اختار واحد، ادي اخترت واحد، اختار اكتر من واحد، اخترت اكتر من واحد، ما اختارش خالص، ممكن ما اختارش خالص، اختارهم كلهم، ممكن اختارهم كلهم عادي يعني، اوكي مفيش مشاكل. طيب بالنسبه للقصه بتاعت الافتراضي او اني احط قيمه افتراضيه، فديت ممكن احطها. القيمه الافتراضيه برضو بتبقى فين؟ قبل ما اقول ان القيمه الافتراضيه خلينا بنتكلم عن السايز. السايز ده اللي هو الشاشه بتبقى شايفه كم قيمه، يعني انا عندي ثلاث قيم، انا عايز اخليها تشوف قيمه واحده بس، مش هتفرق انا كده مش هتبقى، خلينا نقول عايزه تشوف قيمتين، انا كده الظاهر عندي كم قيمه؟ الظاهر عندي واحد اثنين ثلاثه. طيب خليني اعمل ريفرش وكده بيجي ظهر عندي اثنين، وراح حط لي السهم. طيب خليني افتح الماجنيفاير، اسف. حط لي قيمتين و اهو ساب لي القيمه الثالثه يعني. اهو فلما ببتدي انزل ببتدي انا اختار بقى على حسب الاختيارات تبعي. ده بالنسبه للقصه بتاعت المالتيبل تشويس. وانا عندي بعدين القصه بتاعت انا ممكن اختار اكتر من اختيار. سي اوكي مفيش مشاكل. ده بالنسبه للمالتيبل تشويس. رايت، وانا كده بتبقى ختمت القصه، او انا كده اتكلمت عن الاربع الكنترولز اللي هم خاصين بالفيلد بتاع مين؟ بتاع ميكنج تشويس فيلد. رايت اوكي. طيب ندخل بقى على الفيلد اللي جاي. الفيلد اللي جاي بقى بتاع مين؟ هنتكلم عن الابلودنج فايل فيلد. ابلودنج فايلز فيلد الخاص باني ارفع ملفات على امازون، هي معروفه بنشوفها كتير، حاجه لما بنضغط على ابلود الايمج بنلاقيها مرفوعه زي في الفيسبوك بالظبط، لما بتبتدي تعمل ابلود للبروفايل الشخصي بتاع الكفر بتاع البروفايل الشخصي بتاعك، الصوره الرمزيه بتاعتك، هي دي الفكره بتاعت الابلودنج يعني. اوكي سي اللي انت محتاجه في الابلود فايل. خلينا طب نكتب ابلود يور فايل هي، نقول ابلود بيكتشر من باب الوظيفيه يعني، ومش هناخد بريك ولا اي حاجه، يعني مش هناخد بريك، هنخليها زي ما هي على طول، وهنبتدي نكتب انبوت. وفرضي وانا في انبوت انا هيشغلني حاجتين، هيشغلني طيب وهيشغلني نيم. الوسم طيب هيشغلني وهيشغلني الوسم نيم.
اوكي. بالنسبه للوصم، طيب المميز فيه في الوصم، طيب ان انا هحط له القيمه فايل ليه؟ عشان تديني الابلودر بتاع الفايلات. والنسبه للخاصيه يعني انا اتكلمت عنها وقلت ان هي بمثابه المخزن، ها انا مش عايز اعيدها مره، انا عدتها كده مره واثنين وثلاثه ما في اي مشاكل بالنسبه لي. بتبقى عباره عن المخزن اللي هيتحط فيه القيمه اللي هتبتدي يعمل لها اليوزر ابلودنج. اوكي ناسي سي، ما فيها انا ما عنديش اي مشاكل. سي رايت، وانا هقول له والله النيم بتاعها بتكون عباره عن يوزر بيك. اوكي ماشي، بي اي سي بيك. طيب خلينا ابتدي اعمل ريفرش وابتدي اروح اشوف شكلها. انا عملت بريك. اوكي ماشي، خلينا نعمل ريفرش واشوف شكلها. طبعا شكلها مش غريب علينا، ادي ابلود بيكتشر. هنا بتبتدي تعمل تشوز، بيبتدي يفتح لك الابلودر بتاعك، اختار الصوره بتبتدي تعملها ابلود. هنا يقول لك والله انت كده اخترت كذا. سي رايت، جميل خالص وممتاز ورائع وامر جيد. اوكي انا كده اتكلمت عن ثلاث نقط، ان كده قطعنا نسبه كبيره من الشوط في حلقه اليوم، وعارف ان الحلقه طولت بصراحه، ولكن معلش استحملوني. الفيلد اللي جاي وان لم يكن لا يقل اهميه عن الفيلدز اللي فاتوا كلهم، بل على النقيض، ده يعتبر فيلد مهم، مهم جدا 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 جدا. بيقول انا بتحمله من كلمه من معنى خاص بالسبميتنج للديتا، سبميتنج للداتا خاص بان انا اعملها سبميتنج، اعمل لها ارسال. ما هو اقعدها ابعدها مره واثنين وثلاثه، هو مش معقوله يا شباب اني انا بشتغل على الفرونت فيس بس، انا مش بشتغل كودينج، بشتغل سكريبتنج على الفورم علشان الناس تبتدي تدخل على الفورم وتقول اه ده، تبتدي تعمل اختيارات. طيب فين السبميتنج؟ فين التمرير للداتا اللي هيكتبها؟ انا بكتب اي اس دي، بكتب بيانات هنا، طب البيانات بتاعتي بعد ما تتكتب بتروح فين؟ فين وظيفتها؟ او وظيفتها ده هنبتدي اكسبها لها من اني احط لها زراير. الزرار اللي انا هشتغل عليه في الاول، او اول زرار انا هشتغل عليه، طب خليني اعمل بريك بس هنا. اوكي اول حاجه نبتدي الزرار سبميتنج، الزرار اللي لما ببتدي اضغط عليه بيبتدي ياخد الداتا يوديها لمسار تاني، مكان تاني. الزرار اللي لما بضغط طبعا بالريجستريشن على الفيسبوك بيبتدي يقول لك والله سجل. تمام، الزرار ده الزرار اللي انا بتكلم عليه. طيب سي، انا بدرج الزرار ازاي؟ بانبوت. طيب والتايب بتاع الانبوت بتاعي بيكون عباره عن من اسمها سبميت. هو كده كفايه بصراحه، بس انا عايز اضيف له خاصيه نيم، فربما هقول الهدف من الخاصيه نيم ديت ليه بالظبط يعني. فانا هقول له سنت، سي ده الاسم نيم، وبيتحط له خاصيه ثالثه اللي كانت عباره عن الفاليو. الفاليو ده خاص بيها هنتكلم عنها دلوقتي. طيب خلينا نقفل كده، يبقى ده الاسم الخاص به الزرار. في الخاصيه نيم زي ما انا قلت انها بمثابه المخزن اللي هاخد فيه الداتا. طيب ده هو زرار، انا ايه لزمه ان انا اسميه؟ فربما احتاج بعدين ادي له مور ذان وان فانكشن، ادي له خاصيه ثانيه ممكن يعملها، فعلشان كده انا عايزه يونيك، انا عايزه مميز. سي رايت، الخاصيه فاليو دي خاصه بايه؟ الخاصيه فاليو دي خاصه بالنص اللي بيتكتب عليها، يعني اكشولي هو هنا الافتراضي ان هو يبقى سبميت، يعني انا من غير ما اكتب خاصيه، بص على شكل الزرار اللي هيتضاف من تحت، هو مش مكتوب فيه شيء. ليه مش مكتوب فيه شيء يا ربي؟ لاني انا اسندت له القيمه نل، نل يعني ما فيهاش قيمه. سي طيب خليني اشيل القيمه فاليو خلاص عشان الناس ما تتلخبطش مني، واخدها اكس، وابتدي اعمل كنترول اس. وجود الشيء افضل من عدم وجوده في حيات وحالات، لما شلتها بيجي سبميت ده الافتراضي، لكن اكشولي لو انا عايز اغير كلمه سبميت واخليها حاجه ثانيه، زي اخليها كلمه تسجيل وريجستريشن، او عايز اخليها كلمه سبسكرايب، اخليها تسجيل، اخليها اللي انا عايزه. فده الفاليو، الفاليو هي اللي بتحط لي التكست اللي عليه، النص اللي بيظهر عليه. فسي علينا نعمل كده بريلود، هدي بيجت سبسكرايب. رايت، طيب المفروض لما انا اضغط سبسكرايب الداتا كلها تبتدي تروح لمكان معين. الله يبارك لك كده. طيب هنا بقى هنرجع للكود، وبالله عليك حاول تركز واديني بالك شويه. ساعتها هنا انا عايز ادي النص ده وظيفي، انا عايز ادي الزرار ده وظيفيته. وظيفيته بياخدها من فين؟ بياخدها من فوق خالص من الاكشن، من فوق. فاكرين الجمله اللي انا سبتها ديت، الفورم اكشن وميثود، هم دولت اللي هيكسبوا له وظيفيته. اوكي الخاصيه اللي انا كنت عايز اتكلم عنها في الاول كانت الخاصيه اكشن. الخاصيه اكشن
طيب نعيد القصة بتاعت المرة اللي فاتت، بتاعت الحلقة اللي فاتت، وبيقول أنا مش بصمم فرونت إند، أنا الغرض من الفورم إني آخد داتا. طيب الداتا مين اللي بياخدها؟ يوديها عند السيرفر، اللي بياخدها اللي بيوديها عند السيرفر بروتوكول، بروتوكول أنا سميته دلوقتي سي جي أي. السي جي أي ده something is wonderful، حاجة كده جميلة خالص، تمام؟ زي ما اتكلمت إن هو بيتكتب بلغة برمجة زي بيرل أورشن. طب لأن أنا مش بصدد الحديث أو مش بصدد برمجة سي جي أي، فأنا دلوقتي هنبتدي نحط سي جي أي جاهز، والأكشن ده عبارة عن المكان اللي هتتحط فيه الداتا. والمكان اللي هتتحط فيه الداتا فين دلوقتي؟ مش معانا احنا سي جي ايات، فاحنا هنستعين بسي جي اي جاهز. طيب السي جي اي الجاهز ده هيعمل ايه؟ هيعمل لي سيميوليشن لداتا اتحطت في سيرفر. طيب يعني ايه سيميوليشن لداتا اتحطت في سيرفر؟ يعني هيحاول يعمل لي يحكيها، تمام؟ اوكي. طيب انا هجيب السيميوليشن او هجيب السي جي اي بتاعي من هنا اهو. السي جي اي ده هتلاقوه موجود عند حضراتكم، وكل اللي انا عليه ان انا بس احطه فين؟ في الاكشن هنا، وابتدي اعمل ريفرش، ابتدي اعمل كنترول اس. ده بقى هيعمل لي سيميوليشن للمحاكاه. يعني ايه محاكاه؟ يعني الاكشن اهو امتداد بي ال ده خاص ببيرل. ده معناها اني انا دلوقتي كلنا مش معانا سيرفر، يعني مش معانا ويب سايت مرفوع على سيرفر، فعايزين نجرب، فنستعنى بالسي جي اي. ده هو اللي فيه الترميز، وهو اللي مكود القصه ديت، بمعنى ان هو اللي هيفهم السيرفر اللغه اللي احنا بنخاطبه بيها. طيب الناس مش فاهمه، حاضر. صلوا على حضره سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على حضره سيدنا محمد امير المؤمنين وبارك عليه وصحبه وسلم. في الغالب السيرفر بيشتغل باوبريتنج سيستم غير الاوبريتنج سيستم اللي بتشتغل عليها انت وانا وبقيه الناس. طيب عايزين نوجد حركه ربط ما بين الداتا اللي احنا عايزين نديها له. انا قلت ان الداتا اللي هيحطها في الفورم هتروح للسيرفر. طيب في حاجه مش موصوله ما بين الاثنين، ده شغال على او اس وده شغال على او اس ثاني خالص. طيب ده يفهم ده ازاي وده يفهم ده ازاي؟ باستخدام بروتوكول سي جي اي. يعني السي جي اي بيعمل دور مين؟ بيعمل دور الكونكتنج ما بين الاثنين، زي ما قلنا كده بيعمل دور الكونكتنج الربط. فسي زي ما قلنا بيروح بقى ياخد كل الداتا ديت ويروح يفضيها فين؟ بيفضيها عند السيرفر في الاماكن بتاعتها اللي احنا كنا بنناديها عليها، تمام؟ بس هو كده في الغالب احنا بس عايزين نفهم السيرفر بيخزنها ازاي، فاستعنا بالسي جي اي ده. هنعمل كنترول اس كده ونشوف ونرجع ادي الفورم بتاعنا، ونحاول بقى نكتب اي شيء. سي علي وكتبت مين، وانا هكتب باسورد وهسيبه فاضي، وانا مال واختار ايجيبت واختار مثلا كروم، ومش هعمل ابلود وهعمل سبسكرايب على طول. طيب خليني اعمل ريفرش. طيب انا عملت سيف اس، انا عملت ريفرش. رايت هروح مره ثانيه وانا عامل سبسكرايب على الفاضي. بعد ما عملت سبسكرايب انا عملت سبسكرايب بعد ما حطيت السي جي اي اهو، كل شيء يعني سي. طيب ده نموذج او تصور للي بيحصل، لاني انا ما حطيتش حاجه في النيم فساب لي النيم فاضي، لاني ما حطيتش حاجه في الميل فساب لي الميل فاضي، لاني ما حطيتش باسورد ساب لي الميل فاضي، لاني حطيت حاجه اسمها سي يوزر انفو. طب من فين جت يوزر انفو؟ طيب خلونا نكتب كده ونقسم الشاشه نصين ونتكلم اهو. اهو هو بيفهم يا شباب، بيفهم نيم، ادي نيم هو فين نيم، فراح حط لي قيمه ادي نيم اهو، هو ملوش دخل بالقصه ديت. اسف، هو ادي نيم، هو بينادي على النيم سي. اوكي الميل، انت حطيت حاجه في النيم، انا ما حطيتش حاجه فعشان كده ما حطيتش قيمه. الميل الميل ده عباره عن ايه؟ عباره عن خاصيه نيم، هو بياخد ده ويحطها اهو. طب الباسورد، اخد الباسورد وحطها هنا اهو. طيب اليوزر انفو، اليوزر انفو ده بتاعت الانفو اهو، اليوزر انفو اهو ده النيم، راح حطه وراح حط لي اللي كتبه هنا. الجندر فين الجندر دي؟ الجندر اللي هي كانت موجوده في النيم، وراح كاتب لي اختياري، الاختيار اللي انا اخترته ان انا كنت مختار فيمل. نفس القصه عند نفس القصه بتاعت السندر اللي هو بتاع السبسكرايب. ده اللي بيحصل فين يا شباب؟ ده اللي بيحصل في السيرفر، وده اللي البروتوكول اللي احنا كنا بنتكلم عليه، وده قصه المحاكاه. يا رب كده الصوره تبقى بنسبه كبيره واضحه عند الناس. طيب سي، خلوني ارجع بك وعند الفورم بتاعي. في انا حاجه ما اتكلمتش عنها، انا كده اتكلمت عن الاكشن، الصفحه بتاعي، الصفحه اللي انا عايز اعملها بروسيسنج. طيب الميثود، الميثود ده عباره عن ايه؟
الميثود دي عباره عن الطريقه اللي هتحصل بيها عمليات المعالجه، عمليات البروسيسنج، عمليات نقل البيانات من السي جي اي للسيرفر. هتتنقل ازاي؟ طيب سبق وان احنا اتكلمنا عن مثال وقلنا ان انا معايا مجموعه من البيانات، البيانات ديت اتحطت في عربيه، العربيه ديت هي بمثابه البروتوكول المسؤول عن ان هو ياخدها ويوديها للسيرفر. جميل الكلام، جميل. طيب بالنسبه للميثود، الميثود ده بمثابه ايه بقى؟ بمثابه انت هتختار انه عربيه تحط فيها الداتا بتاعك. معنى ان انا عندي اكتر من عربيه، اكشولي انا عندي عربيتين، عربيه اسمها جيت ودي الافتراضيه، وعربيه اسمها بوست وديت مش الافتراضيه، اسف المفروض العكس، عربيه اسمها جيت طيب جيت وبوست، الافتراضيه انا ما اظن بتبقى بوست. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ طيب خلينا نشوف الفرق كده، علشان لو عايزين نشوف الفرق خلوني كده احذف الاكشن، تمام اكس، وانا هتكلم دلوقتي واقول جيت، هبتدي اعمل كنترول اس واروح للفورم بتاعي، وبصوا نروح على شريط العنوان ونعمل له انتر ونعمل ريلود للصفحه تبعنا. طيب خلوني اكتب داتا اس دي ادي، وهنا اي نسخ من المعلومات واي شيء، اي شيء انا كنت بكتبه، وخلوني اعمل سبسكرايب. حد شايف ايه اللي حصل؟ انا عن نفسي شايف اللي حصل. طيب لو بصيت في شريط العنوان بتاعي، انا خد بالك من نقطه ان انا شغال على جيت، انا شغال على ميثود جيت، فاطلع فوق في شريط العنوان تبعي من فوق، شايف الترميز، الصفحه بتاعتي اندكس، اوكي، علامه استفهام، بعد علامه استفهام عندي نيم، نيم دي بتاعت ايه؟ طيب نرجع للكود تاني، نيم دي اول اسم اهو نيم، وبعد نيم راح كاتب لي القيمه اللي انا كنت حاططها دلوقتي، يا نهار ابيض، دي نفس القيمه، طيب بعدين راح كاتب لي ايميل، دي القيمه بتاعت نيم، ايميل، عمل لي اند الاول، راح عمل لي ايميل، وراح يساوي اسناد دي القيمه اللي انا كنت كاتبها، وراح الباسورد، الله طبعا راح بيكتب لي الباسورد، ده معناه بالنسبه للخاصيه جيت ان هو بيحاول يكتب لك كل الحاجات اللي انت بتعملها وبيظهرها لك في التايتل في شريط العنوان بتاع البراوزر تبعك. فانت العربيه ديت البضاعه اللي انت بتحطها عليها للاسف بتبقى مكشوفه، فاي حد ممكن جنب منك بيشوف البضاعه، فعشان كده الطريقه ديت مش امنه، نوت سكيورد ان انا نستخدم الميثود جيت، فضلا عن انها مش بتساع كميه كبيره من المعلومات. طيب السؤال، انا محتاج كميه كبيره من المعلومات في ايه؟ يا عم انت بتهزر، ما انت عندك اهو كومنت، افرض حد كتب لك بل. ده اللي بيخليك في الفيسبوك بتاع في الفيسبوك بتقول بوست، انت بتعمل بوست، لان البوست انت مش ليميتد بسطور، انت ممكن تكتب اي عدد من السطور زي ما انت عايز، فده اللي بيخليه بوست، فعشان كده مش هينفع تستخدم جيت، فضلا عن انها مش امنه انها مش هينفع تستخدمها، فعشان كده بنروح نغير. طيب انا خلينا اغير بدل جيت واروح اكتب بوست في الميثود، وانا هعمل ريلود للصفحه، في فرق؟ طب خليني اروح واعمل انتر، او بلاش انا هقفل الفورم تبعي واروح على البراوزر تبعي واقول له اهو من ران لانش ان كروم، شغله لي في كروم مره ثانيه. رايت طيب انا هستنى لما الصفحه تحمل. يا الله. طيب ادي الفورم تبعي، وانا هبتدي اكتب داتا اي اس دي، وانا هكتب مثلا اي شيء كفايه كده، واروح عملت سبسكرايب اللي هو سبميت. حد شاف حاجه؟ في حاجه ظهرت هنا؟ لا انا مفيش حاجه ظهرت هنا، يبقى ده معناه انها راحت على الفورم من غير ما تظهر فوق، فده اللي انا اقصده بكلمه سكيور، ان هو امن، فضلا عن ان الطريقه بتاعت بوست مش ليميتد بعدد معين من الحروف، تمام؟ في الطريقه بتاعت جيت هو ليميتد بحروف، فانت لو كنت كاتب حاجه في البوست كبيره ساعتها هياخد الليميت بتاعه والباقي مش هيرضى يحطه لك اساسا، فبالتالي المعلومات لما تروح تتخزن في السيرفر مش هتلاقيها كامله، هتلاقيها ناقصه. فاكر انت طيب فاكرين يا شباب ايه اللي بيخلي البوستس اللي انت بتعملها في الفيسبوك دايما موجوده؟ انها دايما بتبقى موجوده انها عشان متخزنه في قاعده بيانات. ايه اللي بيخليك كل ما تعمل لايك
تبتدي تعرف الفيسبوك بيبتدي يعمل لك اكتف دايركتوري، يبتدي يعمل لك زي سجل بالحاجات اللي انت كنت بتعملها، ان هو بيعمل لك فولوينج، ان هو متابعك، بتابع حركاتك اول باول، ان كل اللي انت بتعمله متخزن في داتابيس. ده اللي انا اقصده بكلمه فورمز، كله كده مبني على قصه فورم. فالفورم هو اللي بيعمل لك الانتراكتيفيتي ديت، هو اللي بيتابعك، هو اللي بيعمل لك كل الفيتشرز ديت. فالفورم من الاهميه بمقدار ان انت تفهمه كويس، وان انا اضيع فيه بالفعل، او ان انا اتكلم فيه بالوقت ده واضيع فيه من المجهود ومن الوقت ومن الانفعال علشان الناس تحاول تفهمه. فهو قدر مهم، وان انت تفهم كل نقطه فيه بصراحه امر مهم وامر يعنيني، وامر بصراحه انا شايفه امر طيب وامر جميل. طيب اوكي، ده بالنسبه للسي جي اي، وده السي جي اي انا هنحاول نشيره عند الناس عشان تحاول تجربه. واتكلمنا بقى بعدين عن الفرق ما بين الطريقه، مين الطريقه جيت والطريقه بوست. وانا قلت ديت العربيتين، ومثلنا بعربيه مكشوفه اللي هو الجيت، والعربيه اللي هي متغطيه وامنه اللي كانت عباره عن البوست، والفرق ما بين الاثنين. رايت يا كريم يا رب. طيب ده بالنسبه للانبوت سبميت. ندخل بعدين على حاجه ثانيه. انا عندي انبوت، طيب انا نزلت في السبميتنج برضه انبوت طيب، لكن من نوع ايمج، يعني زرار، لكن اكشولي هو من نوع ايمج، يعني ده بيقبل ان هو يتحط فيه صوره سي. خليني اروح اشوفه كده كونفير. ادي السبميت تبعي اهو سي. هو طبعا لانه ما فيهوش صوره فبالتالي مش ظاهر له اي شيء. طيب علشان يبتدي يتفعل انا محتاج ايه؟ مين بدا ياخدها؟ مين يقول لي هو محتاج ايه وندي له بونص؟ ها، منطقي ولا مش منطقي؟ من المنطقي ان هو يحتاج وسم اس ار سي، علشان اقول السورس بتاعي فين؟ السورس بتاعي فين؟ وانا السورس بتاعي تقريبا على ما اظن موجود فين؟ يا ربي موجود. اني انا عندي صوره خلفيه 1.gif. اوكي 1.gif 01.gif. انا اكتب سورس اهو سي، انا عملت كنترول اس واروح على الكود بتاعي وابتدي اعمل ريلود، اقول له كونفيرم، هلاقيها اهو بقت الخلفيه. يبقى الزرار ده اخذ الخلفيه، اخذ الخلفيه اللي انا كنت بديها له من شويه. انت واخد بالك؟ تمام رايت. ده اللي بيخليني بعدين ممكن اشغل مين طالما فيها اس ار سي. ها مين يقول لي هيشغل ايه واخد مني بونص؟ ها رائع يا شباب، بسم الله ما شاء الله ممتاز. ده هيخليني اشغل الخاصيه هاي وابتدي ادي له قيمه، اسند له قيمه، ولا هيخليني برضه اشغل الخاصيه ويتس وابتدي اسند له قيمه معينه لغايه لما خلص. اوكي ده زرار بس بيبقى بقيمه، بديله هنا شكل، ده بيخليني ممكن اصمم زرار زي ما انا عايز بالشكل اللي انا عايزه، ابتدي احط له هو واخلي هو بحد ذاته مش مجرد صوره كليكابل، ده هو زرار بس بشكل صوره، يعني صوره بس بشكل مين؟ صوره بشكل زرار. رايت رايت جميل، ما فيش مشاكل. اوكي جميل. طيب لازلنا في الانبوت اللي جاي، وانا شغال على طيب، لكن الطيب اللي انا هنشتغل عليه دلوقتي هيكون عباره عن ريست. ريست ريست طب بيعمل ايه ريست؟ ريست من اسمه كده ان هو بيفضي كل اللي انت كنت كاتبه. فخلينا نعمله ريست، نعمله كده ونعمل ريلود لي وكونفيرم، هلاقي الزرار ريست. خليني اكتب اي عدد من البيانات واعمل تشيك بوكسات وهروح اختار ريست، هلاقي كل اختياراتي اهو اتشات معنا طبعا. طب ده ما اتشالش ليه؟ حرام عليك، ده لانه هو ستاندرد، ده الافتراضي، ده هو اساسا واخد له خاصيه، ده اكيد في سيلكتد اوري تشيكت صحيح، اللي هو جوجل في السيلكتد جوجل واخد سيلكتد، عشان كده القيمه بتاعته كانت موجوده. فلما بنعمل ريفرش هنلاقي بس اقول لي كونفيرم، فلاقيها اتش او ايجيبت، مش المهم الشات، انه ريست ده هو اللي بيفضي لي القيم ديت. متفقين يا شباب؟ اوكي جميل. ده بالنسبه للزرار ريست. عندي بعدين وسم، او انا عندي دلوقتي حاجه بتتحط جوه الفورم، وسم ليه بدايه ونهايه اسمه بوتون زوجي. طيب هو ايه فايده وجود وسم زوجي بدايه نهايه؟ كل الفايده من وجود الوسم ده انه هو بيتيح لك اتاحه، بيدي لك الفانكشن، بيدي لك الفيتشر ان انت ممكن تضيف نص وصوره في وقت واحد، او انت ممكن تضيف بوتون. طيب خليني كده اقول this is button
فور فانكشن. البوتوم ده انا عايزه عشان حاجه في بالي، تمام؟ البوتوم ده مميز كونفيرم اهو، ذيس از بوتوم فور فانكشن. البوتوم ده مش زي سبسكرايب، السبسكرايب والسند انا السبميت يعني وظيفته بيبعت الداتا للسي جي اي عشان تروح للسيرفر، الريسيت بيفضي، الزرار ده بيحط لي ايمج صوره. طب البوتوم ده بقى انا عايزه عشان حاجه معينه، تمام؟ فعشان كده اني الفورم بيديني الفانكشن ديت. طيب ممكن يحصل، ممكن يعمل فيه ايه اللي انت عايزه فيه زي ما انت عايز، تخليه يعمل اي حاجه، خليه انت برمجه زي ما انت عايز، هو بس بوتوم، تمام؟ ومحدش يقدر القيمه البرمجيه للبوتومز للزراير، ممكن تخليه يجيب لك صفحه، يودي لك شيء، يربطك بشيء، يعمل لك اللي انت عايزه، بس هو اكشولي وجوده. طيب واحده من ضمن المميزات بتاعه وجوده برضو ان هو ممكن يقبل مش بس التكست، هو ممكن يقبل على فكره ايمج، ممكن يقبل وجود صوره. انت بتتكلم بجد؟ اه ممكن يقبل وجود صوره. طيب سي اس ار سي يساوي واديله الصوره بتاعت انا كنت بتكلم في الصوره اللي انا اخذتها من شويه اهو، ال1 دوت جي اي اف، الصوره ديت اهو، خلينا احطها هي زي ما هي بكنترول اس، وابتدي يروح كده بف 5 وشوف ايه اللي هيحصل. كونفيرم اهو، اخذ الكلام واخذ النص. يبقى انت ممكن تحط فيه نص وصوره، او ممكن بالستايلنج تحاول تظبطهم وتشوفهم وتجيب لهم حاجه مميزه، وممكن بالسيرفر سكريبتنج، وممكن بلغات بلغه قويه تحاول تبرمجه، او ممكن زي ما انت عايز تشتغل عليه زي ما انت عايز، بس اكشولي وجوده مهم بالنسبه لي. رايت جميل. النقطه الاخيره اللي انا عايز اتكلم عنها انبوت برضو. طيب ده بقى هياخد قيمه غريبه شويه. انا في سبيلنج غلط في السبيلنج، غلط في السبيلنج. انبوت ده هياخد قيمه غريبه شويه. القيمه اللي هياخدها ها اسمها هيدن اور هيدن، تمام؟ وعشان كده انا هدي له نيم رايت، بس انا مش هدي له فاليو عشان هو ليه دور مهم بصراحه، وانا هقول له هيدن، انا هسميه هيدن فيلد. ايه بقى لو كانت الفيلد صح، ايه بقى الزرار هيدن ده؟ طب الاول نشوف كده هو بيعمل ايه. ادي ريفريش كونفيرم. يا عم ده مش ظاهر، ده مش ظاهر، ما هو كده كده هيدن، اصل انت عامله ايه؟ اصل انت عامله هيدن. طيب ايه فايده وجود هيدن؟ ممكن الناس اللي هي كانت شغاله معايا في كورس ال 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 الاوتو بلاي ميديا ستوديو اخذوا بالهم من الهوت سبوت، يعني اللي هو الهوت سبوت حته منطقه كده ما حدش من سنه ثالثه بس ما اظنش حد منهم موجود يعني، الله المستعان يعني. المهم فايده وجوده ان هو ما بيظهرش، فما بيظهرش معناها ان ممكن انت تشغله مخزن، في انت فاهمني؟ فانت عندك مخزن فاضي، المخزن ده ممكن تحط فيه معادله، ممكن تحط فيه جمله شرطيه، ممكن تتاكد فيه من صحه بيان معين، لكن خد بالك وجود الشيء افضل من عدم وجوده، وانت عندك حقل فاضي ممكن تستخدمه في اي شيء علشان تخزن فيه شيء معين. ده فايده وجود الانبوت من النوع ده، ده واحده من ضمن الحقول اللي هم كانوا خاصين بالسبميتنج، او تقدر هو بس ملوش دخل بالسبميتنج ده، علشان الناس برضو عشان الناس برضو تفصل ما بين الكلام. انا اسف اهو، انا هخلي الناس بس عشان ما تتشتتش مني، انا هفصل وبقول ده اكستراس، دولت شويه حاجات زياده او زي كنترولات، كنترول زياده او تولز زياده ممكن اعمل بيهم كنترول على الفورم بتاعي، الفورم تبعي. جميل الكلام يا شباب. فدولت الاثنين دولت اللي هو الهيدن واللي هو الزرار بوتون. معلش انا اسف جدا، انا طولت عليكم بشكل كتير خالص في الحلقه ديت، بس خلوني طيب احاول اراجع اللي انا كنت بحاول اقوله في حلقه النهارده. حلقه النهارده كانت طويله لكن بجد والله مهمه جدا، وعلى فكره ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه مش هنسيب الفورمز، احنا هنكمل برضه على الفورمز بس هنحاول نفنش اللي باقي من الفورمز، تمام؟ هو لسه في باقي؟ لا اله الا الله، لسه في باقي ان شاء الله باذن الله، طول بالك يعني، تمام؟
بس بالله ثاني هي من الاهميه بمكان، تستاهل ثلاث حلقات، تستاهل سلسله. اتكلمنا النهارده يا شباب عن الفورم، واتكلمنا زي بس ان براكتيكال بشكل عملي، اتكلمنا بقى عن الكنترولز. الكنترولز قسمناها لاربع نقط، قلنا ان اول كنترول كان خاص بالادنج تكست، واتكلمنا فيها بقى عن الثلاثه انواع، التكست والباسورد والتكست اريا. بعدين اتكلمنا عن البيكنج تشويس، وقلنا فيها الاربع انواع. اول نوع كان عباره عن الريدي بوتون، بعدين التشيك بوكس، وبعدين اتكلمنا عن الدروب داون منيو، بعدين المالتيبل سيلكت منيو، بعدين اتكلمنا عن السب ان الابلودنج. الابلودنج اتكلمنا عن الفايل ابلود، زين اتكلمنا عن السبميتنج داتا، واتكلمنا عن السبميت والريسيت والايمج اللي هو الزرار اللي زي السبميت بس فيه صوره. بعدين اتكلمنا عن اضافتين، الزرار بوتون، واتكلمنا عن الزرار من هيدن، ودولت من باب الاكستراس اللي بتدي لي مور كنترول في الفورم تبعي. بعدين من ضمن الامور المهمه جدا اللي اتكلمنا عنها الخاصيه اكشن، واتكلمنا عن السي جي اي ان هو بيتصمم بيرل، واستخدمنا سي جي اي جاهز، واتكلمنا عن الخاصيه ميسود، وقلنا ان هي الطريقتين اللي هم البوست والجيت والفرق ما بين الاثنين، ووضحنا الفرق ما بين الاثنين. بالله عليك حاول تعيد الحلقه مره واثنين وثلاثه، واذا ما عندك اي سؤال او اي استفسار حاول تسال. انا اسف جدا اذا كنت طولت على حضراتكم، واسف جدا اذا كنت شتت الناس، لكن هي من الاهميه بمقال بمكان ان نتكلم في الحلقه. عارف ان انا رغاي والله ورغيت كتير، لكن عن وعد بالله يا شباب ما تسالوش اني انا بشتغل او بنعلم بيزكس، والبيزكس ديت مهمه جدا في اول الطريق. طبعا الناس بعد ما تشوف العنوان هتبتدي تتخض من المده بتاعت الحلقه. مش عايز اطول اكتر من كده، سعيد جدا اني استقبل اسئله واستفسارات حضراتكم على مدار التوتوريال ديت، وعلى مدار الحلقه ديت، وعلى مدار التوتوريال بالكامل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.